وهو نصف الإلكتروني هو تعهد معايا كنت بعت أي واحد فيهم حتى لو إني يعني كنت معايا كنت بعت أي واحد فيهم حتى لو إني يعني كنت على طريقي خطوة متعادة مع المتهم 2013 في دائرة قسم طابة بمحافظة جنوب سيناء. أولا المتهم الأول واحد استورد بغير ترتيب سلاحا ناريا مسخنا بندقية آلية أجنبية الصدر على النحو المبين بالتحقيقات. اثنين استورد بغير ترتيب زفافر 59 طلقة مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا المتهم الثاني أحسن بضائع المبينة وصفا بالأوراق موضوع الاتهامين الأول والثاني والممنوع استرائهما بغير ترتيب عن أعين رجال الجمارك داخل هيكل خشبي وعدة خصيصا لهذا الغرض حال وصوله للبلاد قادما من إسرائيل عبر منطقة طابة البرد بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المحقة عليها على النحو المبين بالأوراق. ثالثا المتهمان الأول والثاني أيضا واحد هذا وأحرز سلاحا ناريا مسخنا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. اثنين هذا وأحرز ذخائر 59 طلقة مما تستخدم على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه. رابعا المتهمان الثاني والثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جميع